والله هي فرحة كبيرة ما توصف، وعبرنا عنها الفرحة في استقبال في هذا الحفل الكبير، وهي فرحة الشعب الكل. سبقها احتفاليات للمستقبلين من محمد بن لهيس، من مسلم البراك، من النواب السابقين وغيرهم، ودليل هذه فرحة عمت الشعب الكويتي كله. نشكر صاحب السمو الشيخ نواف الصباح على هذه المبادرة وهذا العفو الكريم اللي لمس قلوب الشعب كله، ونرفع كف الدعاء له بالصحة ودوام الصحة والعافية. يعني نتكلم عن فترة اللي عاشها في خارج الكويت، هي فترة صعبة، أصعب من هي غربة شديدة، كأن شخص معزول. لكن حين يوم استقبلناه في المطار هنا كأن الروح ردت له، والإنسان مهما يكون ما يبتعد عن ديرته. هذا نعبر عن شعورنا وفرحتنا. عدت رافع الراس للدار، وهذا يوم عيد لنا، والله يديمها، واللي فتح هذا العيد صاحب السمو، الله يديمه علينا.